ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم، قناة هيلب مي تو وين. جالنا اسئلة كتير جدا الفترة اللي فاتت. احنا مش عايزين نشتغل على التسويق او الدروب شيبينج، احنا عايزين موقع للمبتدئين او مجموعة مواقع نكسب منها من الضغط على الاعلانات او مشاهدة الفيديوهات. وده كانت اسئلة كتير جدا تلقيناها خلال الاسبوع الماضي. وبالنسبة لهذه الحلقة فهي للمبتدئين، ولكن هتكسب $150 كل 30 يوم من هذه الاستراتيجية، من الضغط على الإعلانات ومن مشاهدة الفيديوهات ومن السيرفي. تابعونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم من جديد، ومع في مع قناتكم قناه هيلبي مي تو وين. وهنشتغل على استراتيجيه مهمه جدا، هنسجل في مجموعه من المواقع هنشتغل عليها. معانا الموقع الاولاني، وهو موقع اسمه الديف باكس. الديف باكس ده موقع خليجي، تمام. وبالنسبه لمجال الايرن ماني من خلال مشاهده الاعلانات زي ما انتم شايفين معانا على الشاشه، وبالمجال الفيديو ادرس انك هتشاهد مجموعه من الفيديوهات، والاوفر وولز للاعلانات الموجوده، وده بتكون متنوعة وبتكون متجددة، وهذا الموقع بيكون خليجي. والسحب بتاعه بيكون بيبال أو بير، وفي سحوبات تانية على هذا الموقع. موقع ده صادق في عملية الدفع، وأنصحكم بالشغل عليه حوالي 2 إلى 3 ساعات يوميا على هذا الموقع. من خلال الموقع ده أنت ممكن تجمع حوالي من 30 إلى 50 دولار كل شهر من شغلك على هذا الموقع. وده زي ما قلنا موقع خليجي ولكن صادق في عملية الدفع. مشكلة الموقع بس الوحيدة هتلاقوا الإعلانات، وهتلاقوا الموقع تقيل شوية معاكم، يعني طول الموقع والإعلانات ده عيب هذا الموقع. ولكن مصداقية الدفع بالنسبة كشخص مبتدئ، وهسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. نتجه للموقع التاني نتكلم عليه، اسمه الكوين بيو، وده في ناس كتير جدا شغالة عليه بالنسبة للمبتدئين، وده هنشرحه مع بعض ولكن بعد ما نتصفح بقية المواقع. الموقع اللي بعد كده هو أحد المواقع اللي بيعمل عليه الأجانب، وهو واحد من أهم المواقع اللي بتدفع والصادقة في موضوع الدفع. الموقع ده بنسميه الباكس انسايد. الباكس انسايد ده واحد من أهم المواقع، وده معدل السحب بتاعه 2 دولار، يعني كل ما توصل ل2 دولار هتسحبهم على الباي بال على هذا الموقع. الموقع ده بيدعم الباي زد اي والادفيس كاش والجولد باني. اللي يهمنا هو الباي بال، ده اللي يهمنا، اللي يهمنا البيرفكت باني، واللي يهمنا البهير او السكريل. وبالنسبه للموقع ده، لو انت جمعت على الموقع ده ممكن تجمع عليه من 20 إلى 30 دولار كل شهر، ولكن يفضل انك تسحب البهير. ومن خلال حساب البير هتشتغل على موقع روبوت اللي هو الاي اي ماركتنج، انك هتعمل ايداع في موقع روبوت بحيث ان هو يضاعف لك الفلوس الخاصه بيك، وانك هتكسب من خلاله. دايما في المواقع دي بتاعت المبتدئين حط في دماغنا موقع الاي اي ماركتنج، كل ما نجمع 10 دولار هنقوم شاحنين موقع الاي اي ماركتنج من خلال روبوت الموجود عليه، وبالتالي انا هضاعف الفلوس بتاعتي. ال 10 دولار هتبقى 20 دولار، هتبقى 30، هتبقى 50 فيما بعد، هنضاعف الفلوس بتاعنا لحد ما يبقى ليك مبلغ ثابت، تمام، من خلال موقع الاي اي ماركتنج اللي اتكلمنا عليه في القناه. نتجه بعد كده الى موقع وهو اسمه اللايت جي بي تي، وهو احد من المواقع المهمة جدا جدا، واللي هيكسبك كل شهر من 20 دولار الى 30 دولار، وهتشتغل عليه 3 ساعات يوميا، وده واحد من اجمل المواقع. لو دخلت لو دخلنا على الموقع ده في الخانة الخاصة بالايرن ماني، هتلاقي ان انت عندك 19 وسيلة تكسب بيها. اول حاجة اعلانات اللي هو البيتكوين، يعني انا فتحت ده البي تي سي او اعلانات الخاصة بالبي تي سي. نفتح السايت، وهنا هيديك مجموعة كبيرة جدا من الإعلانات اللي بتكون متجددة، وهنا 10 ثواني ومديك هتعمل سنتات على هذا الموقع. ده أول حاجة الإعلانات اللي هي الجي بي تي. في الأوفر وولز، وده النوع التاني من الإعلانات، إنك هتضغط بس على الإعلانات وهتستنى 10 ثواني. يعني هنستنى ما يحمل.
هي دي الاعلانات، هتضغط على الاعلان ده و10 ثواني وينقل فيه اللي بعده، تمام. ده بالنسبه لهذه النوعيه. بعد كده هنخش على حاجه بنسميها الاسيماج، وده نوع ثالث من الاعلانات. وبعد كده حاجة بنسميها الفوسنت، وفي حاجة اسمها شورت لينك، هتخش على مجموعة من اللينكات. وبعد كده عندنا السيرفي، لو ضغطنا على السيرفي، وده من أهم نقطة موجودة في الموقع ده، وهي السيرفي. هنا في السيرفي موجود قدامنا هنا بربع دولار 26 سنت، وعندي سيرفي بنص دولار، وعندي سيرفي 1.5 دولار و1 دولار، وعندي نص دولار، وعندي نص دولار، وعندي نص دولار 62 سنت، يعني اكتر من نص دولار كمان. يعني انا لو قلنا هنا الاعلانات اليومية، هنا ادي نص ونص، واحد واحد ونص، ادي 2 دولار، 2 و1.5، 3.5 دولار، 4 دولار، 4.75، وشفت القصور اللي احنا سيبناها حوالي 5 دولار. يبقى انا ممكن اكسب 5 دولار من مجموعة السيرفر دي، اعتقد هي ساعة الزمن هنخلصهم ونكسب 5 دولار على طول بالنسبة للموقع اللي هو اللايت جي بي تي. السحب في الموقع ده يا جماعة هو نص دولار، يعني بسحبك من اول نص دولار بالنسبة لهذا الموقع. يبقى انا لما اجي لو انا كسبت مثلا 62 سنت هسحبهم على طول. ده ميزة هذا الموقع، وهو اسمه موقع اسمه اللايت جي بي تي. الكلمة اللي يعني اهم حاجة في هذا الموقع والكلمة العليا هنا هي للسيرفي. تخش بعد كده على البوب اب بوكس، وده طبعا بي مجموعة او فيو سنت، مجموعة من السنتات طبعا انت هتجمعها طبعا، يعني عفوا على الاعلانات الكتير على هذا الموقع. تمام. وبعد كده حاجة طبعا مهمة جدا، وهي يوتيوب فيديو. في عندنا قسم خاص بيوتيوب فيديو، اعتقد انا شفت كتير جدا من الفيديوهات، يعني هتلاقوا واحد بس الباقي، وده هتكسب من خلاله من افيو سنت على الفيديوهات، تمام. وبنقعد هنا اليوتيوب فيديو، وبعد كده هتكسب من خلال الادفرتايز. طبعا الادفرتايز انت لو انت هتحط حاجه بالنسبه للريفر هتكسب من خلاله، ان انت لو ضغطنا عليه، تمام. وانت لو بعت اللينك بتاعك لاصدقائك هتكسب من خلال الريفر الخاص بالموقع او الاحاله، هتكسب من خلالها. يعني عفوا عفوا مشكلتك الاعلانات، تمام. اهون لو ضغطنا هنا على موضوع اللينك تول، هيديك اللينك الخاص بيك اللي هو ده، وانك هتوزعه على اصدقائك، وتاخد لك نسبة من اللي هما هيكسبوا، هيجي لك نسبة اعتقد 2% او 3% على هذا الموقع. موقع بيكون جميل جدا، وانك هتقدر تجمع منه، يعني شفنا سيرفي وحسبناها طلع حوالي 5 دولار. يعني انا لو كل اسبوع هشتغل على 5 دولار بس على السيرفي، كل اسبوع بتتجدد، هيبقى معانا 20 دولار. الضغط على الاعلانات دي كلها هتجيب لك 10 دولار في الشهر. انت شايفينه ده كله هيجيب لك 10 دولار كل شهر، كل 30 يوم، يبقى احنا كده ممكن نخش لنا في مبلغ بيكون معقول. ده بالنسبة لهذا الموقع. بالنسبة للإحالات، لو انت جمعت 100 إحالة ممكن تجيب لك دولار كل يوم. خلي بالك من الحاجات دي، انت ممكن تعمل الموقع ده من 20 إلى 80 دولار من هذا الموقع كل شهر، وليس كل يوم وليس كل اسبوع. وموقع اسمه اللايت جي بي تي، اعتقد ان مفيش يعني حد قال على الموقع ده كتير جدا، يعني انا اعتقد الاجانب شغالين عليه بشكل بيكون كبير جدا، ونأسف على الخلفيات الموجودة، مشكلته في الاعلانات. طيب هنخش بعد كده على موقع تاني، وهو موقع اللي هو الكوين بي يو. الكوين بي يو وهو من احد المواقع المهمة جدا، وهنشتغل عليه. هتجمع من خلال النقط، وانك ممكن تعمل بالنسبة للفيو ادرس، وعندك اللي هو الافيليت. الافيليت هتاخد اللينك هتوزعه على اصدقائك على الفيسبوك او على التويتر او على الانستجرام، وبالتالي يرفع، هيبقى عندك هنا الخانة، وهتاخد نسبة من المكسب الخاص بيهم. الموضوع بيكون سهل. هنخش هنا على الفيو ادرس. في طبعا انواع متعددة جدا، وهو السيرفيس ادرس. بيقول لك انت هنا لو هتاخد 2.5 ساتوشي لمدة 10 ثواني، هنضغط هنا، وبعد كده
هنستنى العداد او قال لك خلاص يو هاف بين ايرند 2.5 شاتوشي خط خلاص. هنخش على الاعلان اللي بعده، اضغط عليه. الموضوع بيكون سهل جدا عشان تكسب. هنخش الموقع بتاعنا الاساسي، مش هو شغال ايه، هتلاقوا فيه عندنا عداد بيعد. طبعا هنتجنب يكون في اعلان او يكون كده واحنا صايمين. هنا بيعد معاك الحديد يعني 10 ثواني كمان اهو، وتاخد حوالي 2.4 ساتوشي. هنا عدد المشاهدات هنا 510,000. هنا عدد المشاهدات في الموقع الاولاني 12 مليون. عشان نشوف حجم الترافيك العالي على هذا الموقع وانت شغال عليه، لو ضغطت على الموقع اللي بعده هتلاقوا هنا في عداد عندي بيعد. طبعا وهكذا وهكذا. نبص كده، دي الصفحة الأولى، في الصفحة التانية، في الصفحة التالتة، ومكمل معاك هتشوف كل هذه الإعلانات. يبقى ده حاجة بسميها السيرف أدرس، عشان المواقع اللي شرحتها قبل كده اللي قبل ده، لما تلاقوا سيرف أدرس أنا كده شرحنا واحد منكم، وده زي اللي قبله كلهم. بعد كده لو أنا دخلت على الويندو، ويندو أدرس، الإعلان اللي هو بتاع الويندوز، هنا بيديك بقى حاجات أعلى شوية ب1.3 ساتوشي. ضغطنا عليه الموقع، فتحنا هنا. ايوه الويندوز ادرس ده لازم اكون على نفس الموقع اللي انا فتحته، لان فيه هنا خط هو ماشي من فوق. طبعا الشرح ده للمبتدئين، الناس اللي هم لسه ما كسبوش ولا سنت من على الانترنت. وبعد كده بقول لك جاوب، بقول لك انتر ذا فولوينج، عايز اتاكد من الاجابه. نو مين نو، هتكتب الجملة دي، هنقول له نو. نو means نو. بعد كده هنقول له verify. بعد كده علامة الصح، يبقى انا كده خلصت الاعلان بتاعي. ولو ضغطنا هنا هنلاقي you earned 1.3 ساتوشي، ويكمل على كده، وفي صفحتين ومكمل معاك. الفيديو ادرس انك هتشوف الفيديوهات، وهنا بيديك على الفيديو الواحد 2.2 ساتوشي. هتشغل الفيديو، تمام. وطبعا بعد ما يخلص الفيديو ده حوالي 2.5 ساعة، وفينا عداد هو بيعد. هتستنى العداد ده لما يعد عشان نشوف هيحسب لنا ولا لأ. هل ينفع ان انا اقوم بعمل عملية اسكيب؟ لا، ما ينفعش تعمل اسكيب هنا، لان طبعا في عداد. واعتقد ان انت هنا تلاحظ ان في نص دقيقة عدت، هيبقى في 2 دقيقة عدوا، ولكن مش هيكمل 2 دقيقة، هما 30 ثانية متبقيين، وبالتالي هيقوم تنتقل الى صفحة تانية او اعلان تاني عشان تكسب من خلاله. زي ما قلنا الموضوع بيكون سهل، والمواقع دي ممتازة جدا جدا جدا. اتمنى ان الكل يعمل عليها بشكل بيكون دائم. اجمالي هذه المواقع، اقل واحد فيكو هيعمل له من 100 الى 150 دولار، ده اقل واحد. في ناس هتعدي، ومن الاحالات ممكن تعدي 100 دولار كمان لو الاحالات على كل هذه المواقع السابقة. لو جمعت على كل موقع من دول يعني 100 احالة، ممكن تكسب حوالي 100 دولار زيادة او 120 دولار زيادة في اجمالي هذه المواقع كلها. المواقع دي بتكون كلها صدقة، وكلها بتكون بتدفع. هنا خلاص فيزيت سايت، خلاص يعني كده خلصت المهمة بتاعتنا، تمام. وقال لك هو you have earned 2.2 ساتوشي، وضلل لك عمل ظل على الاعلان بحيث اللي انت شفته وخلاص. في بعد كده عندنا حاجة بنسميها الاوفر، تمام. وده هنجمع مجموعة من النقاط، هتعمل الاوفر ده وهتعمل مجموعة من النقاط هتجمعها مع بعض. والادفرتايز ده ملناش علاقة بيه، مش لنا. لو دخلنا على الداشبورد بتاعنا، الشغل اللي انا عملته ده كله حوالي 10 ساتوشي، يعني 10 ساتوشي في الشغل اللي احنا عملناه في الدقايق البسيطة. لو قلنا ضغطنا على الويز دو، قال لك بليز تيل ذا والت ادرس ان ذا بروفايل ليست، يبقى احنا لازم نستفيد من هنا ان انت لازم من البروفايل ليست بتاعتك انك تضيف وسيلة الدفع الخاصة بيك.
ولو عندك محفظة أو عندك أي حاجة هتحطها في الموقع وتكمل البروفايل بتاعك عشان تبتدي إنك تقوم بعملية السحب. لازم تكمل كل هذه الإعلانات وهتكمل معاهم، أعتقد ممكن تعملك في الموقع ده يعني بين 15 إلى 20 دولار كل شهر، بس اشتغلوا عليه بصدق. مجموع المواقع ده كلها اللي احنا اتكلمنا عليها هننقل في البث دول، يبقى الموقع ده من احلى المواقع، والبوكس اندكس من المواقع الجميلة جدا واللي احنا اتكلمنا عليها انك تكسب منه مبلغ بيكون كويس جدا كمبتدأ، واللايت الجي بي تي من اجمل المواقع الموجودة. تمام، ونتمنى لكم الاستفادة طبعا للجميع. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.